السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن في منطقة كاشوس يمرة، جينا نصور شقة ثلاث غرف صالة في مشروع بروت سكاي لايف. الشقة عبارة عن ثلاث غرف وصالة، مساحة الشقة 170 متر مربع. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا، على يسارنا على طول الغرفة الأولى، طبعا مساحة واسعة شرحة ما شاء الله. عندنا الإطلالة هذه من الغرفة الأولى، طبعا الشقة داخل مجمع سكني عبارة عن برجين فيها جميع الخدمات مثل مواقف سيارات، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، كاميرات مراقبة، نظام سيكوريتي. عندنا الصالون برضو ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشرحة ولها بلكونة خاصة فيها. هذه مساحة البلكونة، مساحة ممتازة ما شاء الله. عندنا هنا دورة المياه الأولى، أكرمكم الله. وعلى يسارنا المطبخ، وهنا مساحة جيدة. ولها بلكونة، هذه البلكونة في المطبخ، وهنا مساحة جيدة. عندنا هنا غرفة النوع الثاني أو الغرفة الثانية، وأخيرا غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها دورة مياه خاصة فيها الآن نشوفها. وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية، حيكون فيها البانيو والمروش. شوف دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. كاشوستو معروفة كأنها منطقة مخدومة، قريبة من الخدمات، قريبة من جواهر مول تقريبا 5 دقائق، ومن ميدان طرابزون 10 دقائق.